ضمن برنامج مؤسسة اليتيم الخيرية هو تنظيم سفرات ترفيهية، دعينا الأطفال الحلوين نظمنا لهم سفرة في مدينة الألعاب حتى يغيرون جو ويعيشون يوم مليء بالفرحة. وهنا وصلنا مدينة الألعاب وبدوا باللعب والابتسامة اللي رسمت على وجوههم، شاركناهم فرحتهم بهذا اليوم. من بعد ما كملوا اللعب تم توزيع الهدايا عليهم من قبل المتبرع اللي حب يحضر ويشارك الأيتام فرحتهم. وإجا وقت الغداء وتوجهنا للمطعم، قدمنا لهم الطعام وجبة غداء حتى يستعيدون نشاطهم من بعد التعب والإرهاق من هاي الرحلة. شكرا لكل شخص حاول أن يرسم البسمة على وجوه أحباب الله.